والرفع لليدين في الإحرام سم بحيث الإبهام حذا شحم الأذن مكشوفة وفرق الأصابع ويبتدي التكبير حين رفع ولركوع واعتدال بالفخار ووضع يمناه على كوع اليسار أسفل صدر ناظرا محل سجوده وجهت وجه الكل وكل ركعة تعوذ يسر ومع إمامه بآمين جار عمر لفي كونو إلوش فنقصرا كم الزمشكير نزال أطرورا ميكونو فانيا مبوني كنتيني إلو يكوسو توكا يميني كهدعا أذوك كل ركعة نسن شيطان أبوه فزعا إمامشكم مكرك والضالين كما ملاهم تحدان يامين وسورة والجهر أوصر أوثر وعند أجنبي الأنثى تسر وكبرا لسائر انتخالي لكنما التسميع للاعتدال والرجل الركيع جاف مرفقا كما يسوي ذهره وعنقا والوضع لليدين بعد الركبة منشورة مضمومة للكعبة وجلسة الراحة خففنها في كل ركعة تقوم عنها وسبح إن ركعت أو إن تسجد وضع آل الفخذين في التشهد صوم وصورة سنة تراني ركع زنب لمسكو إيواني كالكل حتى ممكن روز هايلي بي أبوكي زيكو وقومونتو أجنبي مبليه بوشان خونو نمبهو زي كركارو كونا سجودا بيريزي ميكونو إلو يزيدي وكاني كركح كراتاني سنة إيواني يديك وضمون شرا يسراك واخبط سوى سبابة يمناك وعند إلا الله فالمهلل ارفع لتوحيد الذي سليت له والثاني من تسليمة التفاته ونية الخروج من صلاته ينوي الإمام حاضريه بالسلام وهم نووا ردا على هذا الإمام زال زكو سوتو عن بيسا قدرا زكو بلكوتا كشهادة فهورا نسو النخرورا كمالا سجودا لكن كلا تنا قرودا ركوعنا سجود زيسوماني تسبيه زامجيت جل شاني سلام يا صراني سنة نويلا كيس لنا إمام موقر ديلا شرطي إذا صلى شروطها الإسلام والتمييز لسبع في الغريب والتمييز لفرض من النفل لمن يشتغل والفرض لا ينوى به التنفل وطهر ما لم يعفى عنه من خبث ثوبا مكانا بدنا ومن حدث وخير حرة عليها السترة لعورة من ركبة لسرة وحرة للوجه والكف بما لا يصف اللون ولو قدرة ما نشرت ذا سلك وإسلام مياك سبع عمري بكوام
سنانا فرض خمبران شرطي وجشوكي وهيسي نحمتي مرونغونا مفارونا مكاني وطهارا شرطي إيواني نعورك استر وشرطي واجبو مكنا مبلي حتى مزيل شائبو نشرت عورا ينتكي سيروا حتى كأورو غصو شهزوا نعورا يا مبلنا يو خفيفو جلوكو نازف بزي ولو شريفو مرونغو يا مكي ينتني عورا شواكو إيبا نعميه دورا سرزاباك ورنغا نباطري ساكيكي ووازيسي وكاميري كاركا صدا مكي حسامي هوا حسن نشترانغا چمكونوه بوا وعلم أو ظن لوقت دخلا واستخبرا لا في القتال حللا أو نافلات سفر وإن غسر وتركه عمدا كلاما للبشر حرفين أو حرفا بالمد صوتك أو مفهما ولو بالضحك أو بكا أو ذكر أو قراءة تجرد للفهم أو لم ينوي شيئا أبدا أو خطب العاطس بالترحم أو رد تسليما على المسلم لابس عار أو تنحنح غلب أو دون ذين لم يطيق ذكرا وجب وإن تنحنح الإمام فبدا حرفان فالأولى دوام الإغتادى وفعله الكثير لو بسحب مثل موالاة ثلاث خطو والنخل في السجود كالغراب وجلسة العخاع كالكلاب والالتفات لا لحاجة الله والبسط لليمين أو للقبلة صار هيسه إلا وقت جنجلا نعوذك من كلك لخبلا حرف بالاستلا وكإمام كخص شكر صلاة إمام سجد يا كرده ربو نشرك جانف يرزاه زوا نعو السجود السحر قبيل تسليم تسن سجدة لسهو ما يبطل عمده الصلاة وترك بعض عمدا أو للذهل لا سنة بل نقل ركن قولي وكل ركن قد تركت سهيا ما بعده لخو إلى أن تأتيا بمثله فهو ينوب عنه ولو بغصد النفل تفعل أنه ومن نسيل تشهد المقدمة وعاد بعد الانتصاب حرمة وجاهل التحريم أو ناس فلا يبطل عوده وإلا أبطال لكن على المأموم حتما يرجع إلى الجلوس للإمام يتبع سجود سهو سنة إمراني تس سلام واختب إيواني كما انتسو مفاتها فديني سهو سنة قرش وديني تلت التحية يا أولي تيرونك قردسي وأفضلي لكن إمام قرود واجب قم رشا إمام فقين صاحب روزسا كركا بيتي ألف زبادي اشتبه شير بيتي ميام بدين ثمانيني زمرحوم مفتيتو معلم نوري تدك شريزو وشجريزو ترونزيرو كتبالازي
nashtaku malaka apo nankiona hosa muzafanyani mutu gafata na venani shoku wa moja peke manani menye izi na usultani.